ملحمة بطولية غراسها الإيمان والتوحيد، سطر التاريخ أمجادها بأحرف من نور لتحيل ثرى هذا الوطن إلى واحة من المجد والعطاء، وليتفيأ المواطن والمقيم تحت ظلها كرامة وعزة في مملكة يعم الخير والأمن والرخاء أرجاءها. البداية كانت عام 1319 الهجرة، عندما اضطرب التاريخ لها موعداً مع القائد المؤسس جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، الذي رسم معالم دولة التوحيد المترامية الأطراف، والتي تضم في أحضانها بيت الله الحرام ومسجد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. عندها انطلقت ملحمة البناء والنماء في شتى الميادين، والتي أنتجت بلدا فريدا خرج من عمق صحراء قاحلة إلى واجهة حضارية قائمة، وامتدت الطرق عابرة للرمال مقتصرة للمسافات تربط الأطراف بالقلب، نهضة اقتصادية وبناء وعمرانا، مقوماتها الأمن والأمان، وهدفها وغايتها بناء الإنسان. استطاعت المملكة بنضجها السياسي وثقلها الاقتصادي رسم السياسة النفطية العالمية، فحققت المملكة نجاحاً كبيراً في مجال بناء وتنويع القاعدة الاقتصادية لتخفيف الاعتماد على النفط، وليتضاعف الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أكثر من 4 مرات، ويرجع ذلك للنمو الملموس في الصادرات البتروكيماوية التي أصبحت سائدة في الأسواق العالمية. شهادة عالمية جديدة أكدت ما يمثله اقتصاد المملكة من استقرار حقيقي، وعلى فعالية السياسات الاقتصادية والمالية التي تتبعها حكومة المملكة، حيث تبوأت المملكة المرتبة 8 عالميا ضمن قائمة صندوق النقد الدولي للدول 10 الأكثر نموا اقتصاديا في العالم للعام الحالي 2012 للميلاد. وجاء التقرير ليؤكد متانة السياسات المالية والاقتصادية للمملكة في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الدولية الصعبة التي ما تزال الدول المتقدمة تعاني من نتائجها السلبية. مسيرة البناء العملاقة لهذا الوطن سجلت مكانة المملكة في مجال الصناعة، وهذا يؤكد حقيقة تحول المملكة من دولة مستوردة لمعظم احتياجاتها إلى دولة مكتفية ذاتياً. فالتنمية الصناعية جزء من التنمية الاقتصادية، لذا حرصت المملكة العربية السعودية منذ نشأتها على إيجاد صناعة حديثة، واتبعت أسلوب التخطيط في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مستفيدة من مواردها المتزايدة الناتجة عن استثمار النفط لتمويل مخططات التنمية. بفضل الله سبحانه وتعالى حققت الهيئة مجموعة من الإنجازات المتميزة خلال الفترة القليلة الماضية، حيث بدأت الهيئة في تطوير مدن صناعية في كل من سدير، الخرج، جدة الثانية، رابغ، الطائف، قريات، جيزان، عرعر وغيرها من مناطق المملكة. هذه المدن الجديدة سوف تستوعب ما بين 6000 إلى 10000 مصنع، وسوف يكون حجم الاستثمار فيها يتجاوز 500 مليار ريال، وسوف توفر فرص وظيفية واعدة. ومن البديهي أن هذا التطور والنمو الصناعي للمملكة انعكسا إيجابيا على التجارة، التي تحولت في هذه البلاد من تجارة محدودة موسمية إلى تجارة تقوم على أسس اقتصادية ثابتة، هي بالأصح ثمرة لما وصلت إليه المملكة من تنمية شاملة في شتى المجالات. وفي مواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها،
أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مبادرته للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، حرصا منه على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني والعالمي. مبادرة الملك عبد الله لها جانب إنساني مهم جدا يجب التركيز عليه، هي ليست استثمار فقط، هي مبادرة إنسانية بالدرجة الأولى. أضف إلى ذلك أن حتى في وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعية يسعون إلى تعزيز إنتاج كثير من السلع أو بعض السلع ذات الأهمية النسبية للمملكة واللي ما عندها استهلاكات مائية عالية جدا، خاصة صناعة الدواجن وصناعة الأسماك. فبالتالي عندنا أيضا ميزة نسبية في إنتاج هذا المنتجين ويدخلون ضمن السلع الاستراتيجية المهمة جدا، يكون عندنا مخزون استراتيجي منها. فيه أيضا الناحية الاستيرادية، يعني الاستيراد كثير من الناس يحط عملية طرح أن الاستيراد يعتبر بديل الاستثمار، جيد، لكن أيضا المملكة دولة مستوردة صافية للغذاء، استمرارنا في الاستيراد راح يؤدي إلى ضغط على ميزان المدفوعات وبالتالي ترتفع فاتورة الغذاء بالمملكة. احنا ندفع أكثر من 70 مليار سنويا فاتورة للغذاء، فبالتالي وجود الاستثمار الزراعي بالخارج اللي نصت عليه مبادرة الملك عبد الله راح يساهم في تخفيف فاتورة الاستيراد من الخارج. وتسعى هذه المبادرة إلى بناء شراكات تكاملية مع عدد من الدول في شتى أنحاء العالم، وعلى وجه الخصوص مع الدول التي تتمتع بمقومات وتمتلك إمكانات زراعية عالمية في مجال تنمية وإدارة الاستثمارات الزراعية في عدد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بكميات وأسعار مستقرة ومستدامة. تواكباً مع قرار إيقاف زراعة القمح بالمملكة صدرت مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي بالخارج، تحث المستثمرين السعوديين اللي اكتسبوا خبرة خلال 40 سنة من الإنتاج الزراعي المحلي إلى استثمارها في مناطق عندها إمكانات موردية لكن ما تملك الإمكانيات الرأسمالية، وبالتالي احنا نشجع مستثمريننا سواء زراعيين أو تجاريين للاستثمار في دول معينة، نرتبط معهم بعقود ومعاهدات واتفاقيات إطارية خاصة بالزراعة حيث أننا نستثمر ننتج لهم جزء معين من الإنتاج والباقي يصدر للمملكة، رغبة منا في بناء مخزون استراتيجي يكفي لمدة سنة من كثير من المحاصيل الزراعية. ارتبط الأمن الغذائي ارتباطا وثيقا بالأمن المائي انطلاقا من حاجة الإنتاج الزراعي الحالي والمستهدف إلى المياه، فكان لابد من توزيع حصص استخدامات المياه لتوائي مع احتياجات استراتيجية الأمن الغذائي واحتياجات استراتيجية الأمن المائي الهادفة إلى ترشيد المياه وعدم استنزاف احتياطات المياه الجوفية. هذه الجهود التي بذلت من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة العربية السعودية على مدار التاريخ وقامت على سواعد منسوبي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة كانت مضرب المثل ليس محليا وإنما عالميا. كما وجهت المملكة جهودها لتحلية مياه البحر لتلبية الاحتياجات اليومية من مياه الشرب، وقامت ببناء العديد من محطات التحلية على ساحل البحر الأحمر والخليج العربي. المملكة العربية السعودية تتربع على أكبر قدرات تحلية في العالم ويشار لها بالبنان في أكبر محطات تحلية في العالم. أكبر محطات قد لا يكون هو ذاته الفخر وإنما إشارة للريادة التي تحتويها المملكة العربية السعودية. هذه البوابة استطاعت أن تطبق تقنيات تحلية تطورت على مدار الزمان، ارتفعت قدراتها، ارتفعت كفاءاتها، تحسن أداؤها بمراحل، بل أننا في مراحل المتقدمة الآن وطننا صناعة التحلية في المملكة العربية السعودية. إنها فصول من مسيرة تكتمل وأسس لبناء تشيد مدارجه أجيال تعاقبت، نبراسها العطاء ونهجها الوفاء والصدق، راية أطلقها القائد المؤسس ورفعها خفاقة من بعده ملوك اشتركوا في حكمة العزم وولاية الأمر واجتمعوا على سؤدد الفعل وتقاسموا مع شعبهم قيم المحبة والبذل ليعم الأمن والرخاء ربوع وطن هو للأمة ذخر وللعزة والإيمان عنوان. هن السعودية هن حماتي.
كل إشاراتك في عسرها الرحيم وعلى بركة الله.